في روسيا أعلن مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة الطب في موسكو أن اختبارات أول لقاح مضاد للفيروس كورونا في العالم على متطوعين في ذات الجامعة قد استكملت بنجاح، موضحا أن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء المقبل والثانية في 20 يوليوز الجاري. من جانبه قال مدير معهد علم الطفيليات الطبية والأمراض المدارية والمنقولة في جامعة سيتشينوف أن أمان اللقاح المضاد لكوفيد 19 تم تأكيده خلال التجارب السريرية في جامعة موسكو. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اختيار مجموعتين من المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.